يا ولد ضحك علي، انا الحرامي سرقت بيتكم. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو حابه انكم تشاهدوا المقطع للاخير وتكتبوا لي رايكم بالتعليقات. اللي حابب يسالني اي سؤال روح يكتب لي بالتعليقات، وانا راح اعمل فيديو بجاوب على كل الاسئله. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تضغط اللايك والشير وسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه مشان يوصلك كل جديد. بحبكم كثير. خلصنا من الغرفة هذه، خليني تحت الغرفة. يا سلام، هاي ايش قد بدها؟ أم أروح على الحمام. وين رايح؟ وين راح الرجال؟ على الحمام مدام. خليني أنا أقوم أشرب مي كمان. شو وين راحت؟ راحت تشرب مي. يلا خذنا حاجتنا نخليها بعد ثلاث ايام ثانية. انقبروا، عطلتوا علينا السرقة، لسه عنا كومت بيوت. خلينا خبره قبل ما اروح، باكر حرام يقعدني خوف. خلينا
جوال. ضحك علي، انا الحرامي سرقت بيتكم. راتل مو بس تقعد، تروح تقول له والله يا ريتني كنت قاعد، كنت مسكت للحرامي انقبرنا. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغط اللايك والشيرك وسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه مشان يوصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوا تكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات. بحبكم.